البصل 3 كيلو بخمسة، والبطاطا بزوجني، الفلفل 5 دينار، الطماطم زوجني 5 دينار اللي من القارس، الخيار زوز ونص، الكوسة زوز ونص، الدجاج 4 دينار، الزهرة زوز ونص. الاسعار تشبح فيها قدامك، هي ماهيش رخيصه. بعد الفلفل هاو قدامك ب 5 دينار، والبصل ب 3 دينار وزوز ونص، ايش انت تتوقع؟ انت في زياده. واشبح للناس يا برا، امشي للمصارف واشبح الطوابير، الناس اللي تحرق في شيك. ضعله متوفره، خضره بجميع انواعها متوفره. يعني الفواكه فيها شوية ارتفاع بالنسبة للفواكه، المواطن تقدر تقول يعني فاغلة شوية، لكن الخضر الأمور الثانية يعني معقولة يعني. إذا نازلة هنا مع الصعوبات اللي نلقاها في الطريق، مع التصاريح، مع السثمة شوية فوق في الطريق، مع كذا، مع التحليل، مع ما عادش تخلص جنب، مع فارق العملة ما تخلصش.